مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. تطبيق فيسبوك أضاف ميزة جديدة اللي هي التعليق بالموسيقى. قبل ما أبدأ الشرح لا تنسون تدعموني باشتراك ولايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. قناة برلين بعين عربية مختصة بالتطبيقات ومشاكل التطبيقات وإيجاد الحلول لها، وعن بعض المشاكل اللي تواجهنا في الآيفون وأيضا إيجاد الحلول لها، وعن الحياة العامة برلين وبعض الأدوية اللي نستخدمها هنا. خلوني أشرح لكم عن هذه الميزة. الآن كيف راح أنشر أي تعليق ويا موسيقى؟ راح أدخل على الفيسبوك، راح تشاهدون هذا المنشور، أدخل على التعليق راح يظهر عندي الموسيقى، أدخل عليه راح تظهر عندي البحث عن موسيقى أو فنانين. فمثلا أكتب هيثم يوسف، أدخل عليه راجع يا وطن، فهنا هيثم يوسف راجع يا وطن، أكبس عليه راح يقول لي اكتب تعليق ويا الأغنية، فأكتب راجعين يا عراق، فأني أرسلها هنا، أرسلت الأغنية ويا التعليق، جاري النشر، أخرج أرجع أدخل هنا راح تشاهدون الأغنية نزلت ويا التعليق مالتي. فهنا تقدر أنت تلغيها أيضا وتقدر تعدل عليها، لو كبست هنا تعديل نسخ حذف. فهذه الميزة اللي نزلت، وفي ميزات قريبة قادمة. فقط للتذكير أي شخص راح يوصل التعليق راح يستمع للأغنية، وهذه الميزة وصلت لكثير متابعين، اللي ما وصلته خليه ينتظر تحديث قادم، إذا ما صارت عنده يحذف التطبيق ويرجعه، إذا ما صارت ممكن يتصل على الدعم، راح يتصل على الدعم يذكر المشكلة مالته وياخذ صورة إنه ما وصلته، والدعم خلال فترة قصيرة راح يحل المشكلة. رابط الدعم راح أترك بصندوق الوصف. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسون تدعموني باشتراك ولايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي مشكلة تواجهكم كتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا للجميع، مع ألف سلامة. مرة ثانية أكد ادعموني بالاشتراكات حتى قناتي تصعد وكل شيء جديد أنزل لكم إياه، ومع ألف سلامة.